إخواني وأخواتي، أريد أن أبين لكم البرنامج هذا. البرنامج هذا سهل جدا، بإذن الواحد الأحد سوف يكون سبب لشفائك. التزم فيه، يعني أنا أنصح حتى الأخ الذي ما يعاني من شيء يلتزم بهذا البرنامج، لأنه أيضا حصن حصين له. أولا أخي الكريم، حافظ على صلواتك في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، موقوتا يعني في وقتها، صلي في وقتها الصلوات في وقتها. حافظ على الأذكار الذي بعد الصلاة، وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. إخواني وأخواتي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أو لم يرشدنا أو لم يعلمنا هذه الأذكار سدى، بل علمنا لكي يقينا. وأنت إذا قرأت هذه الأذكار سوف فعلا تأتيك أحاديث يقول لك من قرأ هذا في الصباح كان حفظه الله، كان في حفظ الله إلى المساء، ومن قرأه في الليل كان في حفظ الله، وهكذا. هذه الأذكار مهمة وضرورية، أذكار في حياتك، أذكار ملبس، أذكار مشرب، أذكار دخول منزل، خروج منزل، تلبس لباس جديد، دخول حمام أكرمكم الله، خروج حمام، طعامك كله، اجعل حياتك ذكر في طاعة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، اقرأ سورة البقرة. البرنامج هو من 30 إلى 40 يوم تلتزم فيه. الصلاة لابد أن تصلي قبل البرنامج وأثناء البرنامج وبعد البرنامج. اقرأ سورة البقرة كل يوم من 30 إلى 40 يوم بدون تحديد، 30 يوم، 31 يوم، 40 يوم، اقرأ سورة البقرة. يا إخواني وأخواتي، مهم جدا أن تقرأ القرآن بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قراءة كلام الله لابد أن يكون بتدبر وبتأمل وبخشوع وبترتيل. خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورتل القرآن ترتيلا، لا تعجل به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يقول جل جلاله. فإذا القرآن لابد أن يكون بتدبر. هذا بالنسبة لسورة البقرة. ثم يأتي آخر شيء من البرنامج وهو قراءة سورة الفاتحة كل يوم، تقرأه على ماء. أنت كم تشرب في اليوم؟ ماء لترين، ثلاث، أربع، ائتي بالماء وقرأ عليه سورة الفاتحة 10 مرات، 20 مرة، 50 مرة، 100 مرة، كل ما كان العدد أكثر كل ما كان أفضل، حسب استطاعة، حسب القادرية. في ناس ما تقدر إلا تقرأ مرة واحدة أو 10 مرات، ما يضر. المهم كل يوم تقرأ سورة الفاتحة على ماء وتشرب من هذا الماء مدة 30 إلى 40 يوم. هذا البرنامج تستمر عليه إخواني وأخواتي. الماء هذا ما تشرب غيره، حتى لو خرجت خارج تضع الذي قرأت عليه في قارورة وتأخذه معك، إلا إذا نسيت أو حصل لك ظروف طارئة. مدة العلاج التزم بهذا الماء واشرب هذا الماء. هذا البرنامج إخواني وأخواتي بإذن الواحد الأحد في بدايته كما ذكر لنا الأخ وذكرت لكم قد تعاني بعض الأمور، لكن إن شاء الله بإذن الواحد الأحد سوف تشفى. فالتزم، هذا هو البرنامج الأول. فنأمل من الإخوة والأخوات أن يلتزموا، ثم ننتقل إذا نرى كل أخ عندما يلتزم بهذا البرنامج. موجود كل وسائل التواصل الاجتماعي عندي، يتواصل معي، يذكر لي إيش الأمور الذي تحصل له، إيش الفوائد والإيجابيات. فمن خلال هذا ننظر إذا كان هل يحتاج أن يستمر مدة ثانية من البرنامج أو يحتاج نعطي البرنامج الثاني. البرنامج الثاني برنامج أعشاب، برنامج طبي أيضا يلتزم به المسحور خاصة. هذا البرنامج أيضا شديد على المسحور، المعيون والممسوس أيضا، لكن تأكيدنا على المسحور. فنعطي برنامج الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض ومريضة، وأن يبعد عنكم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.